مين هي يا امو؟ هي مرتي سلوى. جوزت علي يا راشد؟ ايه جوزت عليكي. جوزت عليكي وبدك ترضي. لا ما رح ارضى، وباني قعدت لك بهالبيت ولا تكه. لك يا ابني خبيت على مرتك، خفت تعمل لك عي، انا ليش خبيت علي؟ شحني يا امو، شحني عم خبرك. طيب قل لي لك ابني، قل لي من الاول انه بدك تتجوز على مرتك، كنت قلت لك وحده بنت عالم وناس، مو تتجوز وحده في حدا غيرك كاشف عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رضيان يا أمو، أنا رضيان. طلعي على الدرجة يا سلوى، في غرفة بالصدر طلعي على حطي راحتك فيها هلا بالحركة. يلا هي غرفتك. تجوز عليكي هالواطي؟ ومين؟ خطيبة الجير وساده. العمى بعيونه العمى. مهورة، مهورة كثير يا امي مهورة. والله لا اقهر لك يا وقهرها معه. شلون الليلي؟ انت خليكي هون ونحن على الطريق بحكي لك شو بدنا نعمل. لك الله يقهر قلبك مثل ما قهرتيني الهي. انا بورجيك، انا بورجيك انت وياها. يلا يا امي استعجلي شوي. ولي على عندهم هالبواصين ولي على عندهم رح يجننوني. يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم. يا عيب من وشي، بعد من وشي لك راشد بعد. يا على قامتهم. وليش عم تعيطي على ابني؟ مبسوطة يا عروس. احكي معي أنا، ليش جاي لعنا أنت وبنتك؟ شو بدكم؟ حبيبتي جايين ناخذ غراض بنتي ونتيسر. كثير منيح، هي أوضة بنتك، بتفوتي بتاخذي الغراض اللي بدك إياها والله معكم. فوتي ضبي غراضك، وينك؟ فوتي ضبي غراضك هلا على السريع خليها نتيسر. مين قال لك اصلا رح نقعد بهذا البيت؟ مرت عمي استهدي بالرحمن ولا تزودي القصه زياده عن اللزوم. انا مو اول رجال ولا اخر رجال بتجوز على مرته. بس بنتي مو ناقصه شيء لحتى تتجوز عليها. انت هيك مفكره. بنتي ما في منها بكل الحاله. يو انت بعينك ما في منها، بس بالحقيقه كل العالم احسن منها. لك يلا يا وصال، شو صار معك؟ يلا أمي يلا خلينا نمشي. بس استني شوي لحتى إلا للعروس على القهر والزعل يلي عم يستناها بعد الجواز. وصال خدي أمك الكذابة وروحوا من هون حسب ما طالع جناني عليها. ها لك ولي على أمتك، أنا كذابة؟ كذابة وستين كذابة. يلا الله معكم. خلاص أمي خلاص خلينا نمشي ونروح أحسن. نمشي يا أمو، جاي بالشوم بس. شو بده يحكي الواحد؟ خليني ساكتة أحسن. إذا لسه بدك إياها لوصال، ليش خليتها تضب أغراضها وتروح لبيت أهلها؟ يا مو أنا خليتها تروح لعند أهلها مشان تريح يومين، لا أعرف أتفاهم أنا وياها. يعني لسه بدك إياها؟ لكن يا مو وصال مرتي شلون ما بدي إياها؟ والله رح تجدني، لكن ليش تجوزت عليها؟ يا مو يا مو شو دخلي بهي؟ أنا حقي الشرعي إنه أتجوز، بس إذا تجوزت مو معناته إنه طلق وصال. وصال ما عملت شيء لحتى طلقها. راشد كأني حاسستك مخبي شيء عني، ما هيك؟ لا يا مولا لا 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 ماني مخبي شيء. لا على إذنك يا مولا. اليوز باشي على شو عم تدوي؟ ولا كلمة. أمرك سيدي أمرك. لقيتها دور الدهبات سيدي. لمين هدول الدهبات؟ مو قلنا
لا اكيد انت بتعرف لمين بيكونوا هدول. حضرت ليوز باشي والله العظيم ما بعرف لمين. عنك سرقتهم بيت احماق. شو سرقتهم ما سرقتهم؟ وحد الله حضرت ليوز باشي قسما بالله العظيم ما بعرف شي عنهم. بالكراكون منعرف. خذوا. حضرت ليوز باشي وحد الله وحد. هلا قاضي يا ابني وبي هلا قاضي يا ابني يا راشد اخذوه. اخذوه على الكراكون يا بنتي اخذوه على الكراكون. طولي بالك طولي بالك انا رح حل لها القصه. كيف بدك تحلي اياه؟ مرت عمي انت خلص صار لازم تعرفي ليش تتزوجني يا راشد. ليش دخيلك احكي لي شو في؟ راشد انجبر انه يتجوزني. انا والمرحوم سعده كنا مخطوبين، كان باقي لنا كم يوم على عرسنا. الله يغفر لي ويغفر له، غلطنا وانا هلا حبلي منه. والمرحوم سعده قبل ما يموت وصى راشد فيني كرمال يستر علي ويتجوزني. وراشد وعدني انه بعد ما اولد انه يطلقني. اسمعيني يا وصال، لا تخربي بيتك بذنب لا انت ولا راشد دخلكم فيه. انا ماني طالبه شيء غير الستره، وباذن الله راشد اخي من هلا ليوم الدين. بقى روحي طالعي جوزك من الحبس، لانه صدقيني هو كثير بحبك. ألف الحمد لله على سلامتك يا عيوني. الله يسلمك يا أمو، الله يسلمك ويطول بعمرك يا رب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا سلوى. سامحني يا ابن عمي، هات إيدك لبوسة. مع إنه اللي عملتيه ما عجبني، بس أنا بعزك، روحي الله يسامحك. الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك يا حق. الله لا يحرمكم من بعض. الله يعزك ويسلمك يا سلوى. يا مو روحي نادي الداية، خليها تشق عليها، خلينا نطمن على ابن اختي. تكرم عيونك تقبرني. كتر الف خيرك. على راسي، على عيني وراسي يا سلوى. هلا عم بيقول لها اختي، بس بعد شوي رح اصير حبيبته وام اولاده يلي رح تجيب له اولاد. شو عم تحكي يا امو انت؟ مستحيل يصير اللي عم تحكي. لك انت مفكره هيك لك بنتي؟ بكره بس يجي الولد رح يخبر كل الناس عنه وكانه ابنه عن حقه حقيقي، ورح يحبه ويحب امه على محبته. بس ما رح تروح الا عليكي لك بنتي، بقى لازم تحتاطي، وغير رب العالمين ما بيعرف امتى بتحبلي. داي جابت لي عشبة وقالت لي علقكي بس خلصها بطلع حبلي منهم. إن شاء الله، بس هالشي مو مضمون. وشو الحل يعني؟ جوزك ما هو قال لي بس تولد رح يطلقها؟ مزبوط، بس هي مطولة كتير. لكن اسمعي شو رح قال لك. ايديك يا رب. يا رب يسلم الايدين. يسلم ايديك، عزبتي حالك. ايديكي صحة وهنا. لا تشربي الشاي. ليش مرت عمي؟ ليش حتى ما اشرب؟ لأنه هي لازم تشرب الأول من الكاسة تبعك.
ليش بدي اشرب من كاس سمك عمي؟ ليك كاستي بشرب لا تحطي يا هي بتشربي من هذيك لانه ما بعرف شو حطيتي بقلبها. لو وصال شو حطيتي بالكاسه وليك؟ ما حطيت شيء، شو بدي احط ثانيه من عمي ما حطيت شي. وهذا الظرف اللي مخبيتيه بايدك شو هو؟ جاوبيها ماني حاطه شيء ورحمه امي وابي تحت التراب، اذا ما بتقولي شو حاطه بقلب الكاسه لهالبنت والله يا جيب لك الكركون خليهم يحبسوكي. بوس ايدك مرت عمي. ايدك ليك؟ شو كان في هدفي؟ اعيش من مطحونه كرمال تسقط الحال. شو؟ طلع فيني هيك؟ انت شلون بتعملي هيك وليه؟ خفت انك تحبها وتتزوجها. لك لو حبيتها خفت تطلعني لاني ما عجب لك اولاد. لك الله يخليك شو بنت حرام. لك لو كنت بدي اتجوزها ولا بدي اجيب منها 10 اولاد ما بصير تكوني مجرمه ولك ما بصير. سامح على بوسك طلع فيني. انت تجاوزتي الخط الاحمر وليه؟ انت طالع. لا طالع. روحي مشي روحي. الله يجبر بخاطركم مثل ما جبرتوا بخاطري. معروفكم ما رح انساه كل عمري. لو بعيش وبموت ألف مرة ما رح وفيك حقك يا أخي راشد. الله يعطيك الصحة وطولة العمر. الله ييسر لك بجاه سيدنا محمد. اسمعيني يا سلوى، حطي هالكلمتين حلا بإذنك. أنت بإذن الله مثل أختي، مثل أختي اللي من لحمي ودمي. أي شيء بتعتازي أنت والولاد تاخذيه من رقبتي هي، لأنه أنتوا أمانة برقبتي. ساعدوا الله يرحمه. أمني أمانة كبيرة وبإذن الله رح أكون أنت بإذن الله. من شان الحلال والحرام انت طالب. كتر الف خيرك. خير الله يا بنتي. عن اذن الله ييسر الله معك. الله يوفقك وييسر لك امورك يا رب. لك روح ربي يرضى عليك يا ابني. الهي السما والارض ترضى عليك. تربيتي الكام الله يرضى عليك يا حبيبي. خلي لي اياك يا رب.